طلق طلق. انا عملت تبع دبي وابو ظبي وقطر والبحرين، وعشان نعمل السحر اللي اكلناه وشفناه قبل شوية شو بيلزمنا؟ بيلزمنا عجينة كنافة اصلية مجمدة مفرزة، ايشي بجنن. نيجي نقص منها، تمام، والباقي نرجعه على الثلاجة عشان نعملكو فيه شوية كنافة لبعدين. وإذا حابين تشوفوا طريقة عمل الكنافة الأصلية الفيديو موجود تحت. جهزناها هيك ناعمة، وعشان ما ننساش الشوكولاتة حطيناها مع اللحم، بلشت تسيح أصلا من غير تسخين من غير مية. هنحط شوية مية سخنة علشان نكون جاهزين لشوكولاتة دبي. مش حتبين معكم سمنة، حتبين كأنا بنحطه بزيت، هي فعليا هي سمنة. كمان مغرفة ومغرفة أخيرة، ولا كمان واحدة، كمان واحدة أبشروا، مش عشانك يا غالي، عشان صحتك. شوي هيك لم يغضوا لون شوي. إذا احتجنا سمنة ممكن نحط، ولا عيارات ولا سعرات، أنا بني آدم باخذ على العين ولازم يكون الإشي صح مثل ما بدي. طبعا هيك حمرناهم، هلا شو يغضوا لون. هيك بعد ما أخذوا لون نيجي بنحطهم، هلا ما احلاهم ايشي بهبل. طبعا جبنا هذه معنا من ايجنا، واللي بيعرف شو يعني ايجنا هي جزيره في اليونان، واللي حاب يشوفها يتابع الفيديو الخاص بايجنا اللي راح يكون نازل على قناتنا على اليوتيوب. بدي منكم بس متابعه، تفعيل الجرس، اشتراك، شير، تعليق، اي حاجه هيك حركات. المهم هذه بالعادة بيعملوها في شوكولاتة دبي، بس احنا لا نكتفي بذلك، راح نضيف التاتش تبعنا. شو التاتش تبعنا؟ برضه فستق من ايجنا حنقشره ونخلطه مع الفستق عشان يعطي طعم مختلف مميز متميز، ما حدش عمل شوكولاتة دبي بالطريقة هذه بالمرة بالمرة. التقليدية الصح، خلي هذا على جنب، وبسم الله مش هنحتاج كثير، بس هي حتعطي الفرق وحتعطي التميز والطعمة المختلفة اللي ما حد جربها ولا حيجربها الا من تحت دياتنا. بيستاشيو. من جماعة الخير، هذا فريش من ايجنا، جزيرة مشهورة جدا بهذا بتلاقيها مزارعين الاشجار منه، يعني مش حاجة مستوردة ولا حاجة مخزنة بمخازن، كل سنة بسنتها وموسمها، وحتى السنة غلوا سعره لأنه بقول لك في نقص بكميات البستاسيو أو اللي هو بكميات الفستق. ايجنا الله، يا سلام يا سلام، إنها ايجنا الرائعة والفستق تبع ايجنا الرائعة. قصة إضافية أنا حابب أضيفها اللي هو نحط هذا هيك. شو يعملنا هذا؟ هذا يعملنا زينة مختلفة وشكل مختلف. برضو للزينة الشوكولاتة بيضة زي ذوبناها. وبعدين بنيجي بالشوكولاتة الكلاسيك العادية، بنيجي بنحط منها يعني كمية عادية منها. هنروح فيها على الفريزر من فوق، ولا نجيب فستق
ايجنا اللي هو السايح هذا بسميه احنا بسموه فوستوكو فوتيرو. بسم الله. طلع 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 طلع. يا سلام. من هون شوية خلي شوية للزينة. جاهزين راد على الفريزر وبنجيب معنا الشوكولاتة. المفروض هي تكون جامدة. الزينة تبعتها الحشوة اللي هي بالنص عشان الطراف ما يكونش عليها. هلا هذول هيك بدي احطهم. بنكمل هيك بعدين توكل على الله ونحط الطبقة الأخيرة. بعد ما جهزنا نرميها مرة هيك بتقعد صح وبنيجي على الزينة. الزينة الصح كيف نزينها. أنا بني آدم بعشق الشوكولاتة البيضة بشكل مش طبيعي. بتروح على البراد أو على الثلاجة. وبالعربي احنا بنحكي لها فريزر يا عم، احنا مثقفين فريزر. أنا بدي أروح أستنى مع الشوكولاتة في الفريزر لأنه الجو هناك رهيب. الله الله ما أحلى البروية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أجيب كمان هذول. هاي طبعا اللي زادوا عملنا فيهم كمان حركات هون. بسم الله الرحمن الرحيم. طلع طلع طلع. اوه طلع يا جماعه الخير. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. طلع طلع. طبعا انا عملتها كثير عريضه وكثير خميله بنقول بالفلسطيني. وفيش مجال في تقدر تقسمها بايدك لان عملتها كثير عريضه. ولكن ممكن تعمل الحركه هذه. واو 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 واو. طلع طلع. انا عملتها تبع دبي وابو ظبي وقطر والبحرين والسعودية. عملتها شوكولاتة الخليج العربي مش بس دبي. طلع مخملها. لازم نستناها عبين تذوب شوية. تمام. هذه طبعا اللي زاد معنا لفيناها كرات حطينا عليها الشوكولاته البيضاء زيناه. يا جماعه الخير بتذوب بفم الواحد كانها زبده. يا لطيف ما احلاها. المهم شوكولاته دبي ما تخمنوهاش كثير لانه حتصير معكم مشكله زي ما صارت معي. اصبروا عليها شوي عبنا تقسموها تستعجلوش زيي او تخملوها شو بس لانه احنا مخملينها. انا عاملها هون شوكولاته الامارات كامله مش بس دبي. شكرا لكم على المتابعه. سبسكرايب اشتراك بالقناه شير تعليق شو ما بدكم احكوا بدكم اياه عادي. بدكم تحكوا انه الشوكولاته ما زبطتش معي اكتبوا مسامحكم. بس يلا السلام عليكم. عندي شغل.